الناس اللي بدأ معانا الدبلومة من أول محاضرة، فاكرين الفيديو ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قناة زوكا تيك. في كورسات إكسل كتير على الإنترنت، بس أنا فكرت إن أنا أعملها بشكل مختلف. هنعملها زي دبلومة، هتبقى 4 مستويات. المستوى الأول اللي هو المبتدئين أو البيجنر، هيكون إزاي تتعرف على بيئة الإكسل وتعمل داتا إنتري، وأقول لك على شوية تريكات واختصارات تخلي الداتا إنتري بالنسبة لك أسرع وأسهل. المستوى الثاني او مستوى متوسط اللي هو السيمي ادفانسد، ده هنتعرف بيه على بعض المعادلات واهم المعادلات اللي موجوده في الاكسل. المستوى الثالث اللي هو الادفانسد او المستوى المتقدم، هنتعلم ازاي نخلي الشيت بتاع الاكسل بتاعنا اوتوميشن. يعني اوتوميشن يعني ان هو شغال تلقائي في كل الاوردرات اللي احنا مديها له. احنا هنبدا مع بعض النهارده المستوى الثالث. النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نمنع تكرار البيانات في نفس العمود. هقول لكم بس على حاجتين صغيرين كده في الاول، علشان خاطر هيبقى ليهم دور في الشرح بتاعنا. لما كان بيبقى عندنا هنا عمودين فيهم قيم وعايزين نساويهم ببعض، نشوف الارقام دي متساوية ولا لا، كل اللي كنا بنعمله كنا بندوس يساوي ونعلم على اول خلية، وبعد كده ندوس يساوي ونعلم على تاني خلية وندوس اوكي، بيدينا ترو. لو الارقام مختلفة المفروض ان هو بيدينا فولس. تمام، الارقام شبه بعض بيدينا ترو. فهمتوا المنطق بتاع الفكره دي؟ علشان خاطر دي هيبقى ليها دور معانا. الحاجه الثانيه الصغيره، فكره كاونت اف او معادله بتاعه كاونت اف. معادله كاونت اف هي بتعد المتكرر اللي موجود عندك في العمود. يعني لما نيجي نعمل هنا المعادله، هنفترض مثلا ان احنا عايزين نعد التكرار اللي موجود في العمود الاول، هنعلم عليه، هنعمل سيلكت، بعد كده فاصله، بعد كده نعلم على اول خلية ونقفل الكوس وندوس انتر. هتلاقيه مكتوب اللي هو ايه، اتكرر واحد، لان هو مش موجود خالص غير مرة واحدة. لو دوسنا هنا واحد هتلاقيه على طول قالك ده متكرر مرتين. نفس الفكرة لو سحبنا المعادلة على باقي الصف او باقي العمود. تمام، يعني هنا لو كتبنا هنا 4 هتلاقي على طول كتب لك الاربعة متكررة مرتين وهكذا. فهمتوا الفكرة بتاعت كاونت اف؟ هي بس بتعد عدد التكرار القيمة اللي موجودة في العمود. احنا هنحتاج معادلة كاونت اف دي معانا، فهناخدها نسخ كده. دول حاجتين الصغيرين ان انا حبيت اوضحهم عشان هنحتاجهم في الشرح بتاعنا النهاردة. نرجع بقى لموضوعنا النهاردة، ازاي نقدر نمنع تكرار البيانات في نفس العمود. كل اللي انت بتعمله بتعمل سيلكت على العمود كله بس من غير العنوان. الاختصار بتاعت ازاي تعمل سيلكت على العمود كله والكلام ده كله، في حاجات بسيطة كمان موجودة في الفيديو اللي ظاهر اللينك بتاعه فوق قدامكم، ممكن تتفرج عليه. بعد ما عملنا سيلكت بنروح على داتا، بعد كده داتا فاليديشن، من اختيار الصغير ده او من السهم الصغير ده بندوس عليه، نختار كاستم. هيفتح لك مكان تحط فيه معادلة، والمعادلة اللي احنا هنستخدمها هي معادلة كاونت اف، واحنا كنا واخدينها كوبي قبل كده، هنحطها على طول بيست، وبعد كده ندوس يساوي واحد. ليه عملنا يساوي واحد؟ لان احنا قلنا فكرة كاونت اف ان هي بتعد المتكرر. طب انا عايز امنع التكرار اصلا، وعايز ان كاونت اف دي على طول تساوي واحد، فطول ما هي هتساوي واحد هو ترو وهيكمل معايا عادي، لكن لو حصل تكرار فكاونت اف دي هتزيد عن واحد، فعلى طول يديني فولس او يديني تنبيه. وكمان انا ممكن اعمل مسج لده، لو شايفين ايرور الارت في التايتل هنا ممكن نعمل تنبيه مثلا، وهنا نكتب في المسج مثلا ايه القيمة مكررة او تم ادخالها من قبل، ايا كان المسج اللي انت عايزه، وندوس اوكي. لو جينا هنا مثلا كررت رقم واحد لازم على طول يقول لي لا خلي بالك القيمة دي مكررة، فدوس كنسل. مثلا اكرر رقم 3 نفس الفكرة. كل اللي احنا عملناه عملنا سيلكت، وبعد كده رحنا على داتا فاليديشن، وعملنا هنا معادلة كاونت اف ويساوي واحد، ودوسنا اوكي.